احنا يائسين من هذه المؤسسات، لان هذه المؤسسات تم يعني انكشافها وتم انفضاحها بسبب ممارساتها. لا المحكمه الجنائيه ولا مجلس الامن ولا الامم المتحده، ولكننا احنا نسعى من اجل توثيق هذا الامر لعله يصحى الضمير الانساني وتعود هذه المؤسسات الى رشدها في يوم من الايام. ومطالبتنا المستمره في وثائقنا السياسيه وفي خطبنا وفي برامجنا هي اصلاح في المؤسسات. نحن لما تم انتخاب الجزائر عضو في مجلس الامن، انتخاب عضو الجزائر عضو غير دائم في مجلس الامن لسنه 2024، كنا قد اكدنا على ان هذه المؤسسات ينبغي ان تخضع الى الاصلاح السياسي والى الاصلاح القانوني والى الاصلاح في اطار التدخل الاجرائي الذي تقوم به هذه المؤسسات، لان هذه المؤسسات مسلوبه الحريه.